نكمل اللي احنا ابتديناه قبل كده. هنشرح في الفيديو ده ازاي نوصل بطريقة على المالتي تاب سي تي. انا لو عندي سي تي زي كده بالظبط، انا لو عندي سي تي مالتي تاب، يعني ده السي تي ده مالتي تاب عبارة عن 3 تاب، تاب 1 تاب 2 تاب 3 S1 S2 S3، تمام؟ طيب ده عبارة عن 2 CT، ده 1 CT وده CT التاني اللي ممكن استخدمه. طيب هو هنا مستخدم ايه؟ هو هنا مستخدم التابة الكبيرة. طبعا الداتا بتاعته هنا تمام، هو المفروض ان الاكشوال ده مش مظبوط في الدروينج، الاكشوال ان ده البي 1 وده البي 2. البي 1 ناحيه الباسبور فوق اهي عشان هنشوف التوصيله دلوقتي، وده عباره عن 600 300 بيحولهم لواحد. 600 طبعا لو استخدمت التابه الكبيره اس 1 واس 3، 300 لو استخدمت التابه الصغيره اس 1 واس 2 تمام. طيب الكلاس بتاعه 5B20، واضح ان هو مستخدم لبروتكشن بيربوز، هو رايح فعلا على بروتكشن لسيت 1 تمام. فالكلاس ده ال 5B20 ده بيكون مستخدم لبروتكشن بيربوز لان الاكيورسي بتاعته بتبقى عاليه، لان مثلا انا عندي الحاجات اللي مشهوره بيكون في بي اكس وال 5B20، الاثنين دولت بتوع بروتكشن. ده في الغالب بيستخدم في كور في الكور بتاع الباسبار، لوب الباسبار بروتكشن، وده بيستخدم في البروتكشن للكومبوننت. يعني هنا مثلا ده المفروض ان هو كاباستور باي، فالكور ده مستخدم في الكاباستور بروتكشن تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ده الاكيوريسي بتاعته بتبقى عاليه والني بوينت بتاعته بتبقى عاليه تمام، علشان طبعا تيار الباسبار بيبقى تيار الفولت ساعه الباسبار فولت بيبقى عالي جدا، فالني بوينت بتاعته بتبقى بعيده شويه، فالسي تي ما بيخشش في مرحله الساتوريشن على طول. ال 5B20 تمام، ده بيستخدم طبعا زي ما احنا قلنا في البروتكشن بيربوز تمام. طيب طبعا البيردن 30 او 15، دي مش 20 سوري، 30 او 15، 30 في حالة التابة الكبيرة و15 في حالة التابة الصغيرة تمام. طيب ازاي طريقة التوصيل بقى على السيتي انالايزر؟ طريقة التوصيل احنا طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده ان ده المالتي سوري ده السي تي انالايزر تمام. احنا عندنا الكومبوننت الثاني بتاع المالتي تاب اهو زي ما احنا شايفين، فبنوصل بننقل من هناك اهوت، بننقل هنا الاوتبوت والسكندري والبرايمري عن طريق الكابلات البنانا ليدز ديت للمالتي تاب هنا اللي هو بيبقى اسمه سي تي اس بي 2 تمام. بننقلهم ل هنا السي تي اللي هو السي تي برايمري، وهنا السي تي سكندري، وهنا السي تي اي اوتبوت تمام. طيب ده الكورد الخاص بالبرايمري تمام. انا موصل اهوت البلاك على البلاك والرد على الرد، وطبعا بيبقى متوصل في الان، وده توصيل الخاص بالسكندري لان انا عندي 3 تابات في السي تي هنا، فانا محتاج بس البلاك والبيربل والبلو تمام. انا مش محتاج طبعا التاني ده نونيد، فانا هحتاج بس البلاك والبيربل والبلو تمام. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي البلاك انا هوصلها على الاس 1، البيربل هوصلها على الاس 2،
البلو هوصلها على الاس 3 زي بالظبط الدروينج هنا. ادي الاس 1 واصل على اكس 21 نمبر 1، اكس 22 نمبر 2، اكس 22 نمبر 3، تمام. وهنقول ليه دلوقتي احنا اخترنا ان احنا نوصل اس 1 بلاك. ادي متوصلين اهمت توصيلة السكندري، تمام. ده اكس 21 نمبر 1، او احنا بنختبر دلوقتي في الفيزة اليلو، تمام. انا هختبر 1456. خليني اوصل بسم الله. ادي تي بي اللي عليها السكندري بتاع السي تي، انا موصل اهوت التلات تبات بتوعي اليلو في الفيزا اليلو. طيب توصيلة البرايمري بوصلها على اساس توصيلة السكندري، وهنعرف ليه دلوقتي لما نبص على البرنامج بتاع السي تي انالايزر، تمام. انا هنا موصل الاس 1 بلاك، فبالتبعية هوصل البلاك على البي 1، هوصل البلاك على البي 1، وده البي 2، وده الاس 1 اس 2 اس 3، تمام. وهنشوف ليه دلوقتي في الابليكيشن. ادي الكابل البرايمري، هنشوف الناحية التانية متوصل فين. ده السي تي اللي المفروض احنا بنختبره، دي النيم بليت بتاعته اهيت، تمام. انا موصل البي 1 بتاعته، المفروض ان هو البي 1 بتاعته اب سايد اهي، والبي 2 داون سايد، تمام. طيب انا عايز اوصل زي ما احنا قلنا، عايز اوصل البلاك من البي 1، فالبلاك بالنسبه لي هوصله من الادجيسنت باي اهو على الباره، وده الكابل البلاك. الكابل الريد هوصله على البي 2 رايح معايا على اللوحه بتاعته نفسها من تحت، موصله على اللجز من تحت هنا بالاليجيتور او الكلام، متوصل عليه من تحت. بمعنى كده ان انا الكابل اللي متوصل عندي على الجهاز البلاك انا موصله من فوق هنا، والريد انا موصله من تحت السي تي من هنا. طيب هنشوف بقى بنتعامل ازاي وبندخل الداتا بتاعتنا ازاي على برنامج السي تي انالايزر. طبعا زي ما احنا عارفين السي تي انالايزر، برنامج السي تي انالايزر هو السي تي اي ستارت بيج، تمام. طيب خلينا نقفل ونفتح من البداية. كده طبعا انا دلوقتي بختبر مالتي ريشيو، فبختار مالتي ريشيو، اخش على الانتر نيم بليت داتا علشان ادخل الداتا بتاعت السي تي اللي انا عايز اختبره. طبعا السي تي انالايزر هو بيعمل اناليسز للسي تي لكل الفاكتورز بتاعته الخاصه بالتصنيع والمانيفاكتشر، تمام. طيب انا هنا عندي داتا المفروض ان انا بدخلها، بعمل تشينج سيتنج لما عاوز ادخل كل الداتا ديت. الداتا دي طبعا السبستيشن، الفيدر، الفيز بتاع السي تي، الكومباني، الكانتري، الاي اي سي اللي انت بتختبر عليه. فالحاجات ديت انا كنت عاملها مسبقا ومسجلها على فايل، خليني افتحه. طيب انا دلوقتي عملت لود فايل لفايل كان عندي موجود انا مسجله، حاطط فيه الداتا اللي بتخش في كل مره بتاعت السبستيشن. يعني احنا مثلا احنا في محطه الفتح دلوقتي في المدينه المنوره، الفيدر اللي انا شغال فيه AH51، تمام. الفيزا اللي انا شغال عليها يلو، فانا هكتب
ان الفيزا اليلو. تمام. الكمباني سيك كانتري كيس اي ده الاي اي سي اللي انا شغال عليه. سيريال نمبر طبعا باخد السيريال نمبر من على النيم بليت اللي احنا لسه شايفينه من شويه. هنا بوصف انهي كور بختبره بالظبط. تمام. فده انا بختبر دلوقتي اللور او اللور كور 1 الفيزا الريد. كل ديت داتا بتطلع معايا زي ما هي، مفيش اي اختلاف في الريبورت اللي بيطلعه السيتي انالايزر بعد الاختبار. المانيفاكتشر ريتز التايب بروتكشن زي ما احنا قلنا طبعا، لو هو 0.2 FS5 ده اللي هو بيستخدم في الميترنج بيربوز، المفروض ان انا بكتب هنا ميترنج. تمام. المفروض ان انا بكتب مكان بروتكشن هنا ميترنج. طيب الاي فيز بتاعته كام؟ 600. انا باخد الداتا بتاعت الفيزا بتاعت التابه الكبيره 600، ده البرايمري. الاي اس ان ده السكندري المفروض انه بيحول لواحد. ده الاي اي سي ستاندرد الموجود على النيم بليت. ده البروتكشن ولا ميترنج المفروض ان احنا قلنا 5B20 ان هو 5B20، معنى كده ان هو بروتكشن مش ميترنج. طيب الكلاس 5B، هختار 5B. ال ALF20 هو الفريكوانسي المفروض ان هو 60، الريتد بيردن 30، والاوتبوت بيردن المفروض ان هو يطلع لي 30. تمام. المفروض ان انا اي فيلد عليه استرسك زي دي كده، زي اللي احنا شايفينها ديت، المفروض ان انا بدخلها. طيب انا لو ما دخلتهاش وعملت كويتش مارك لايك ذس، انا المفروض هيطلع لي حاجه زي ديت، الجهاز هو اللي هيطلعها. طيب هل انا خلصت كده؟ لا لسه ما خلصتش. المفروض هخش على البيج الثانيه ديت. تمام. هقول له نمبر اوف تابس، انا عندي هنا ممكن اختبر لحد 6 تابس. تمام. انا طبعا في الابليكيشن اللي عندي هنا 3 تابات، فهو الثلاث تابات بيفتح لي الداتا علشان ادخل من X1 لX3. طبعا احنا قلنا من X1 لX3 هنا هو 600 او 300 على واحد، فالتابة الكبيرة هتكون 600 والتابة الصغيرة المفروض هتكون 300. الريتد بيردن بتاع التابة الكبيرة 30، والتابة الصغيرة الريتد بيردن بتاعه 15. تمام. المفروض ان انا هعمل ابلاي. وبعدين اعمل ستارت تيست. طبعا انا عندي هنا الجهاز اهو شغال دلوقتي بيعمل كاليبريشن. تمام. دلوقتي بيعمل وايرنج. طيب هنستكمل. كان في بس مشكله في التوصيل في جهه السكندري. تمام. فدلوقتي انا ظبطت، هو قال لي تشيك بس على الوايرنج لان كان في مشكله. المشكله دلوقتي اتحلت. طيب انا هعمل بقى ستارت تيست. تمام. دلوقتي المفروض ان هو بيشيك على الوايرنج. تمام. طول ما هو بيعمل بلينكينج كده للريد ليد فهو شغال وبيختبر. دلوقتي بيختبر في الوايندنج ريزيستنس، بيعمل ميجر للانترفيس، بيتاكد من البولاريتي. دلوقتي المفروض ان هو بيطلع الفاكتورز بتاعه السي تي، الفاكتورز الخاصه بالسي تي. تمام. الاي دي لوسز، كل الحاجات ديت المفروض ان احنا نكون عارفينها في السي تي. كذلك برضو عندي هنا بيطلع نفس الكلام. تمام. واحنا دلوقتي في انتظار ان هو يطلع ان التيست اوكي، مفيش اي فيل، مفيش بولاريتي سواب، مفيش مشكله في الكلاس اللي انا دخلته له. دلوقتي الحمد لله التيست فينيشد، التيست اوكي والاسسمنت اوكي. تمام. طيب هنا هتنقل ما بين الصفحات واشوف الداتا. دي الداتا بتاعته اهيت،
من X1 X3 بتحول من 600 لواحد، X1 X2 بتحول من 300 لواحد، تمام. وطبعا التست اوكي اهوت، والفولت امبير بتاعه مظبوط. التابه الكبيره X1 X3 30 فولت امبير، والX1 X2 15 فولت امبير. طيب دي المفروض الريزيستنس، والمفروض ان دي اطبقها بالفات تيست، الفات ريبورت بتاع السي تي. دي كذلك برضو الريزيستنس قيم بتتقارن مع الفات ريبورت، وده الاكسايتيشن كيرف، تمام. انا لو عايز اجيب الكيرف اللي كلنا عارفينه، كيرف الاكسايتيشن كيرف اللي هو بتاع الني بوينت، تمام. ارجع تاني باك، وبعد كده الريشيو بتاعته مظبوطة اهيت، الايرور قليل جدا، البولاريتي اوكي، تمام. كل الداتا بالنسبة له ما فيهاش مشاكل، الكلاس اوكي. طيب ازاي بقى اطلع اجنريت الكلام ده عندي هنا؟ المفروض ان انا بعمل سيف ريبورت از، تمام. بخش اعمل سيف للفايل ده، ناخش مثلا اسيفه على الدي عندي على اللابتوب اهوت، الفتح اسميه، المفروض ان انا اسميه هنا باسم السي تي نفسه علشان ما يحصلش عندي لخبطة. يعني مثلا ده الاي اتش 51، دي البي مثلا، تمام. الابر كور او اللور كور، لور كور كور 1، الفيز اليلو. تمام، بعمل سيف. هعمل سيف اخش افتحه، اتاكد ان الداتا مظبوطه عندي ومفيش مشاكل. طبعا انا ما بفتحوش بدبل كليك، تمام، لان انا لو دفعت لو فتحته بالدبل كليك هيفتح لي الانترنت اكسبلورر، لان هو XML فايل، فانا مش الداتا هنا ما بتبقاش واضحه. فانا لما بكون مسطب بالبرنامج بتاع سيتي انالايزر، المفروض انا هلاقي الاوبشن ده اتضاف عندي، ديسبلاي تيست ريبورت. اول ما بفتحه بلاقيه ان هو باست التست اوكي، مفيش مشاكل، دي الداتا المفروض ان انا كنت مدخلها، وده التست سيتنج، كل حاجة عندي هنا باص اهوت. دي السكندري وايندنج ريزيستنس، تمام، هو قايس هنا في درجة الحرارة 25 اللي هي الحالة اللي احنا فيها، وبيعمل لها ريفير ل 75 درجة سيليزية. دي كل دي الريزلتس، تمام، الديفيشن، الحاجات دي كلها، والبريشيو كذلك زي ما احنا شايفين اهي، البولاريتي اوكي مفيش سواب، تمام، الايرورز كلها مقبولة اكسبتابل. هنا برضو الايرور اكسبتابل مفيش عندي مشاكل، كله تمام. وده طبعا الاكسايتيشن كيرف بالني بوينت اللي انا بكون محتاجها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.